السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من شرح كتاب تدبرات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد بلغنا إلى سورة التوبة. وقول الرب تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فإن المؤمن في طريقه إلى الله عز وجل يحيا بين المجاهدات وبين المكابدات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويحدو في هذه المجاهدات والمكابدات حب الله عز وجل وخوفه ورجاؤه تبارك وتعالى، رجاء ثوابه والطمع في قربه في الدنيا والآخرة، والخوف من الطرد عنه والحرمان منه عز وجل والبعد عنه في الدنيا والآخرة. فإن الجنة دار القرب وإن النار دار البعد والحجاب. لذلك المؤمن يحدو في هذا تأمل الثواب واستحضار ثواب الله عز وجل لمكابداته ومجاهداته في الدنيا، فإنه يكابد ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه الذي يجري منه مجرى الدم من العروق وشياطين الإنس من الكفرة والفجرة والمنافقين، يستعين بالله عز وجل ويحقق العبودية لله عز وجل توحيدا وتفريدا واستعاذة، ويلوذ بالله عز وجل ويلجأ إليه ويتوكل عليه وينيب إليه ويتوب إليه ويأنس به ويشتاق إليه، ويكون بين طاعات ظاهرة وطاعات باطنة واستسلام وانقياد وقبول لشرع الله تبارك وتعالى، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد في سبيله بالكلمة والبيان وبالسيف والسنان. وهذه حقيقة الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهو قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. فهو يحصل القوة العلمية والقوة العملية في كل يوم، في كل ليلة، في كل نفس، في كل حركة، في كل سكنة، يحقق العبودية لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يرتقي في كل يوم درجة إلى الله، في كل يوم درجة إلى الله تبارك وتعالى، علما وعملا واعتقادا ودعوة وبلاغا وصبرا ومصابرة وجهادا ومجاهدة ومكابدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. رضوان الله عز وجل أكبر من الجنة وما فيها، أحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده أبدا. قال: كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرا مخبرا عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به، فأيسر شيء من رضوانه أكبر الجنات وما فيها، أكبر من الجنات وما فيها، ومن المساكن الطيبة وما حوته. ولهذا لما يتجلى عز وجل لأوليائه في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون، أي شيء يزيدهم، يقول: وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ يقول: هل لكم فيما هو أعظم من ذلك؟ فيقولون: وما أعظم من ذلك؟ يقول: أحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده أبدا. فيقولون: ربنا وأي شيء نريد أفضل مما أعطيتنا؟ فيقول تبارك وتعالى: إن لكم عندي أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا أعظم من الجنة، والنظر إلى وجهه عز وجل أعظم من الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لو ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. وأشار إلى القمر ليلة البدر: لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذا يشمل جهاد الحدة والبيان وجهاد السيف والسنان.
وجهاد الكفار أخص بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين أخص بالحجة والبيان. قال: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد العالم لأنهم هم العلماء المصلحون، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وهو جهاد المنافقين بالحجة والبيان، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا، لأنهم يرثوا النبوة، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. كيف تستدفع شبهات المبطلين؟ كيف تستدفع شبهات الملحدين؟ كيف تدفع شبهات وشرور المبتدعة المفسدين؟ كيف ذلك؟ إلا بالحجة والبيان، إلا بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسوله، بفهم السلف الإجماع والقياس، وغير ذلك من أدوات الاستنباط وأدوات العلم وأدوات الحجة وأصول الاستدلال ومناهج التلقي. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. من يقوم بالحق علما وعملا واعتقادا وبلاغا لرسالات الله عز وجل غير العلماء والمصلحين والدعاة إلى الله على بصيرة؟ قال ابن القيم: ولو صلح الدعاة إلى الله لصلح بهم العالم صلاحا لا فساد معهم. لو صلحوا وأصلحوا وكانوا في أنفسهم على بصيرة من أمرهم ومن أمر دينهم، وفي بلاغهم إلى الله، في بلاغهم لرسالات الله عز وجل على بصيرة وحكمة، لصلح بهم العالم صلاحا لا فساد معهم. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال ابن القيم: فوعد الله تبارك وتعالى، قال فوعد الرب تبارك وتعالى، قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فوعد العبد ربه، هذا الوعد يعتبر نذرا يجب عليه أن يفي به، فإنه جعله جزاء وشكرا له على نعمته عليه، فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات، وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء لله علي كذا، فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك، والأول تعليق بشرط وقد وجد، فيجب فعل المشروط عنده لالتزامه له بوعده، فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإجاب، وتارة يكون بالوعد، وتارة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة، والالتزام بالوعد آكد من الالتزام بالشروع، وآكد من الالتزام بصريح الإجاب، يعني أن هو يعد الله بذلك. أن يقول أنه عاهد الله على هذا، هذا أولى بالوفاء حتى من الإجابة بالنذر وحتى من الشروع في العمل الصالح. الله عز وجل أولى بالوفاء من البشر ومن الناس، ومن الناس من تجده دقيق جدا في مواعيده، دقيق جدا في كلامه، يقول لك كلمتي سيف، ولكن هذا مع البشر. فإذا رأيت معاملته مع الله عز وجل رأيت النقد ورأيت الغدر ورأيت العقوق ورأيت التخلف ورأيت التكاسل ورأيت البطالة، والله عز وجل أولى بالوفاء. قال: فإن الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه، ومدح من وفى بما نذره له عز وجل. قال تعالى: والسابقون الأولون، هؤلاء الأوفياء، هؤلاء الذين ثبتوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي كل قرن سابق إلى الله عز وجل، وفي كل عصر ومصر ومكان أبدان لله عز وجل وأولياء لله عز وجل، وطائفة ظاهرة على الحق علما وعملا واعتقادا ودعوة وتخلقا وبلاغا لرسالات الله عز وجل. كن أنت من هؤلاء، كن أنت من هؤلاء السابقين. نعم، لن يلحق الصحابة أحد في منزلتهم، ولكن وآخرين منهم لما يلحق بهم، وهو العزيز الحكيم. المرء مع من أحب، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعبوديتنا، وقد سبقنا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعوهم القرون الخيرية، أن نتعبد لله بحبهم والائتساء والاقتداء بهم والعمل بأعمالهم
وفهمي فهم والعمل على فهمهم لمسائل الدين الكلية من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأصول والقواعد ومناهج التلقي والاستدلال والسياسة الشرعية والموازنات والمصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، وإعمالهم لقواعد الشريعة في تطبيق الإسلام في زمن الخلافة الراشدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه القضية، هذه عبودية المسبوق، أن يتبع بإحسان، أن يتبع ويتقن هذا الاتباع، أن يحسن في هذا الاتباع. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان، ليست مطلقة فتحصل بمجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ما يمشيش على سطر يسيب 10، ولكن تبعية مصاحبة الإحسان، وأن الباء هنا للمصاحبة. فهنا مصاحبة، وافترقت الأجساد، مصاحبة الأرواح ومصاحبة المنهج. قال: والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضا الله عز وجل عنهم وجناته. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. قال ابن القيم: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق ولم يرتفع البنيان ولم يثبت. يعني دي الإيه؟ الأعمدة الخرسانية والإيه؟ وزي ما بيقولوا كده السيخ التي يغرسونها في الأرض لتقوم عليها البنيان. فهذه الأساسات إذا كان فيها إشكال سيتهدم البنيان لا شك، لكن لو في فوق بقى في الأدوار العالية في بعض الايه الخلل، هذا ايه هذا يغتفر وايه ويتدارك. قال: واذا كان الاساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، واذا تهدم شيء من الاساس سقط البنيان او كاد. فالعارف همته تصحيح الاساس، وهو التوحيد والتفريد والنية الصالحة واحكامه، والجاهل يرفع في البناء من غير اساس، اعمال كتير لكنه لم يحقق ولم يجرد النية لله عز وجل، تلبس بالرياء او تلبس بالبدعة، فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان إخلاصا ومتابعة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخاف عقاب الله، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثير من الآفات المناعة، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات والأمراض إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إخلاص واتباع. قال: فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة، ودم على المحبة، ودم على الحمية، واستفرغ إذ استفرغ الإيه الذنوب والمعاصي وآفات القلوب والعوائد والعلائق والعقبات والعوائق من خلال التوبة والاستغفار. قال: واستفرغ إذا زاد بك الخلط والقصد، القصد أي التوسط والصدق والإخلاص، وقد بلغت المراد. التوسط هو اتباع السنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بالقصد القصد تبلغوا اتباع السنة وعدم الغلو أو الجفاء وعدم المبالغة وعدم الإيغال في الدين،
فأوغلوا فيه برفق، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا كمل البناء فبيضه، كمل البناء شعب الإيمان الباطنة والظاهرة، الباطنة هي الأساس ثم الظاهرة، فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، هذا الخير المتعدي. ثم حظه، يعني حطه بصور من الحذر من أنواع النوافل ومن الورع، لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة. ثم أرخ السطور على أبوابه، ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، اللسان. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله. يبقى التخلية والتحلية، التخلية من الذنوب والمعاصي والمنكرات وفضول المباحات، ثم التحلية بالطاعات والواجبات والمستحبات والمسابقة إلى الخيرات الظاهرة والباطنة. قال: تفتح وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، أي بالذكر، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك. نعم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قال الإمام ابن القيم: جعل سبحانه هاهنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم، بحيث إذا بذلوها فيه، أي في الله، استحقوا الثمن، وعقد معهم هذا العقد، وأكده بأنواع من التأكيد، أحدها إخبارهم سبحانه بصيغة الخبر المؤكد بأداة إن، والثاني الأخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. إن الله اشترى، يبقى إن واشترى، إضافة هذا العقد إلى نفسه أنه هو المشتري عز وجل، وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع. الرابع أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن، بأن لهم الجنة، ووعده لا يتخلف أبدا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الخامس أنه أتى بصيغة على التي للوجوب، إعلاما لعباده بأن ذلك حق علي، أحقه هو على نفسه منة وكرمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، وعدا عليه حقا. قال: حقا عليه. والسابع أنه أخبر عن محل هذا الوعد، وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. والثامن إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار، وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه، لأنه هو الوفي وهو الصادق عز وجل، صادق الوعد. التاسع أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد، ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزمها، بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخ. العاشر أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه هو الفوز العظيم، والبيع هاهنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قوله بايعتم به، أي عاوضتم وثامنتم به. وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين، هذه ترك ما يكره، وهذه فعل ما يجب. نعم، التائبون، العابدون، تخلية وتحلية. التوبة ترك ما يكره، والعبادة فعل ما يجب، والحمد والسياح، الحامدون، الشاكرون الله عز وجل، العارفون بجلاله وجماله وكماله، السائحون من الصيام ومن العبادة، قرينتين، هذا الثناء عليه بأوصاف كماله، وسياحة اللسان في أفضل ذكره، وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله، كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينتين في صفة الأزواج، فهذه عبادة البدن أي العبادة، وهذه عبادة القلب أي السياحة، سياحة القلب وسياحة اللسان بالذكر. قال تعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال هذا، قال ابن القيم: هذا من أعظم ما يعرف العبد أو يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله،
وأنها غاية كمال المؤمن، فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه مذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم. ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله، وعرف حقوقه عليه، وعرف ما ينبغي له من عبوديته، وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عز وجل كقطرة في بحر. هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم. توبتك بين توبتين من الله، وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها. فالخير كله منه وبه وله وفي يديه، يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا، ويحرم من يشاء حكمة وعدلا. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال أخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، توبته بتوفيقهم للتوبة سبقت توبتهم فعلا وكسبا، فهو يوفقك للتوبة ثم تتوب كسبا وفعلا، فيتوب عليك بقبول هذه التوبة، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، والله خالق العباد وأفعالهم كما نعلم، فكانت سبب مقتضيا لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم، والحكم ينتفي لانتفاء علته. إذا الله هو الممد وهو المعد، وهو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو الذي يقلب القلوب ويثبتها، وهو الذي يقبل بقلبك عليه، وهو الذي يحول بينك وبين قلبك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نقف عند هذه الآية ونختم بإذن الله عز وجل تدبرات ابن القيم في سورة التوبة الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.